شكرا جزيلا لك زميلي هشام الخلسي، والشكر موصول ايضا لكل ضيوفك الاعزاء. يا سلام يا سلام على هذه الأجواء الكبيرة جدا التي نعيشها في ملعب الأنفيلد هنا في مدينة ليفربول، والمباراة العودة في دور أبطال أوروبا لهذا الموسم بين ليفربول وبرشلونة. نتيجة لقاء الذهاب كما تعلمون 3-0. لو لم تكن كذلك لكانت هذه المباراة أكثر أهمية وأكثر قيمة، وكانت مباراة أكثر مما نتوقع. الأجواء كبيرة جدا في مدرجات ملعب الأنفيلد، جماهير ليفربول لا تزال تطمح وتأمل وتتوقع لما لا أن يفعلها فريق ليفربول ويكون الأمر تاريخي وتاريخي جدا. ليفربول الذي كان بإمكانه أن يربح كل شيء، ولكن هو يتوجه نحو خسارة كل شيء. ليفربول اليوم من دون ثلاثي كايتا وكذلك فيرمينو، ديوماني، كرة جول كرة أولى صعبة لعناصر ليفربول. الملعب ينفجر تحت فابينيو وريبوريكي. راحت على جهة اليمنى في اتجاه سيرجيو روبرتو. ساديو ماني والتغطية الدفاعية من هنالك عن روماني. لعبة خطيرة. جول. يا سلام. جول لليفربول. جول عند الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة. منذ حين قلت لكم ما رأيكم لو يسجل ليفربول الآن ويسجل الثاني بعد 20 دقيقة، والثالث في الشوط الثاني، والرابع والأول للبارسا. والانطلاقة من هنالك ساديو ماني اختفى، مرر لأندرسون. أندرسون ماني. أوريجي لم يكن في وضع تسلل. جول. لو كنتم معي في ملعب الأنفيلد ماذا يحدث من جماهير فريق الريتس. وماني وانطلق مرة ثانية. راح ساديو، راح ماني. ماني ما زال عنده الكرة، يبحث عن المرور من أمام سيرجيو روبرتو، والكرة تروح للتماس. بابا خطيرة. يا أوريجي. ساديو ماني ما زال. ساديو ماني من أمام سيرجيو روبرتو. بابا خطيرة. بابا لعب يا ماني، العب يا ماني. الحكم التركي كان قريب منك، الحكم خلى اللاعب. جوردي ألبا، كوتينيو. جوردي ألبا وميسي. وبابا كيف يخرج ومن أين يخرج؟ كيف يطلب وكيف يستلم ويسدد؟ بابا خطيرة. بابا رعت وضاعت، والحكم ارفع الراية. راح ميسي. وبابا كرة خطيرة. راح ميسي وكوتينيو والحارس يصد. سيرجيو روبرتو، راكيتيتش كوتينيو جوردي ألبا. روبرتسون. جول. تير شتيغن مرة ثانية. راح أوريجي، وصلته أوريجي على الجهة اليمنى. أوريجي والتوزيعة الخطيرة. وبيكي. فابينيو. راحت لساديو ماني، يبحث عن أوريجي. رقب كورتو. أوريجي. راح شاكيري. وروبرتسون. بابا خطيرة. يا سلام. وما زالت الخطورة مرة ثانية. تذكروا ماذا قلت لكم، هدف أول في التغلل اللاعب. رجعت ليو ميسي. ليو ميسي والتمرير الرائع لراكيتيتش. أندي روبرتسون يخرج للركنية. مرتبكين اللاعبين تاع الفريق. 20 دقيقة لعب. راحت ساديو ماني، اللاعبان سقطا وانطلق من هندرسون. اصطدام ثنائي مع مع بعضهم البعض، لونغلي وكذلك المدافع المدرب كلوب على فريق ليفربول. نعم، عندوش الخيارات اللي يملكها فريق مانشستر سيتي. حتى برشلونة نلعب كذلك ب 13 او 14 لاعب بالاضافة لكل هذه التشكيلة، كان يلعب كذلك بعثمان ديمبلي.
في الجهة المقابلة، خلى الكرة يلحقها، يلحقها الكرة ويرجع لتير شتيغن، وتير شتيغن ضاعت فابين، هذه الكرة راحت للتماس عند الدقيقة 39 مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط الأول، هدف للصفر لليفربول أمام برشلونة. يا أندي روبرتسون، ماذا هنالك؟ يا أندي، ماذا هنالك؟ بعد ما صدت هذه الكرة في اتجاه يا 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 هنا شفنا الخطأ بينو. شوف شفتوا كيف سواريز شاكيري ساديو ماني راح، شاكيري ساديو ماني راح، هوبا هوبا خطيرة، لا لا، وكأنه سمع لشاكيري عندما قلت بأن ساديو ماني راح خلف العمق. شوف لم يكن في وضع التسلل، شوف الإعادة مرة ثانية، شوف كيف أندي روبرتسون، روبرتسون كرة في الركنية، يقول حكم المباراة أرتورو فيدال، وفابينيو، فابينيو على مرتين خرج الكرة هذه، وفي خطأ بطاقة، وصلت متأخرا، نعم بطاقة صفراء يخرج حكم المباراة سيرجي روبرتو، لا بابا خطيرة، يا 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 خطيرة مرة ثانية من الخطير ليو ميسي، كاد يقتلهم، كاد يحبس ميسي، بابا 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 بابا. إذا لم يسجل يمرر، إذا لم يمرر يفكر، إذا لم يفكر يقرر، أنه لم يخلق فرص كثيرة. شاكيري في الركنية، خارج الكرة، فان دايك، وما زالت الخطورة والدفاع يخرجها، الكرة عند البرازيلي فابينيو وأوريجي، والكرة لم تمر، سيرجيو روبرتو راح صلي راح صلي راح بابا 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 اي 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 او ساديو ماني عفوا لما يهرب يتنفذ جول تير شتيغن ينقذ برشلونة من جول ثاني تير شتيغن يحرمنا من متعة ما بعد صف ارنولد راح ارنولد مازال ارنولد ارضية بابا جول يا سلام يا سلام يا سلام الأنفيلد يهتز زلزال في ليفربول فعلها فاينالدوم المستحيل ليس ليفربول المستحيل ليس إنجليزي خطأ فادح من جوردي ألبا في المراقبة وانطلاقة من هنالك يا سلام وجول شوف الخطأ الفادح هنا هاي الجزئيات والتفاصيل انتهى الكرة ما تحطش رجلك يا جوردي ألبا اختفى أرنولد حطها فاينالدوم مازال يرجع من هنالك لشاكيري شاكيري والكرة خطيرة بابا 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 جول إيليا 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 جول 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 إنه ليفربول يا ناس إنه ليفربول يا ناس الجماهير سيجن جنونها يا ناس 3-0 فاينالدوم يفعلها مجددا أعطونا وجوه ميسي وجوه لاعبي البارسا كلهم حائرون يا سلام وجول بابا 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 با با. المستحيل ليس إنجليزي من نار من نار وفاينالدوم ليفربول يلعبوا مباراة كبيرة بما في ذلك شاكيري وكذلك ديفوك أوريجي والحث الرابع الكرة في المخالفة أرنولد وماني ميسي استلم الكرة ميسي راح ميسي دخل ميسي مازال ميسي مازال ميسي ميسي أوبا با 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 يا ماتيب والبطاقة الصفراء جويل ماتيب والبطاقة الصفراء ليو ميسي ليو ميسي يتقدم ليو ميسي تضرب في الجدار وتروح مباشرة ركنية من هنالك يقول حكم المباراة لصالح عناصر ثالث المباراة لم تكشف عن كامل وبابا جول 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 يا سلام يا سلام يا سلام البارسا تنهار ليفربول ينفجر الأنفيلد ينفجر معجزة كبيرة تحدث اليوم في الأنفيلد ريمونتادا يا لها من ريمونتادا يا فا
يفعلها ليفربول جول، يفعلها بالرابع جول. أوريجي يسجل 4-0 يا سادة، 4-0 4-0 لليفربول يا سادة. لعبت في غفلة من دفاع برشلونة، وين هو الدفاع؟ أول حد